البنات دابا غنشوفوا المقادير. كيلو ديال الفورص بيض اللي هو دقيق بيض اللي راه تشوفوا معايا في الفيديو كيفاش حمرته، وربعة ديال الدقيق قمح. انا في الاول درت زلافه كتهز 200 غرام، وبقى لي واحد شويه وانا نزيده، قلت لاش غادي يبقى يضيع حيت انا قلت لكم شفتو من المغرب. عندي كيلو ديال الجنجلان، ها هو طحنته حمرته طحنته، راه تشوفوني كيفاش حمرته باش يجي معلك هكا، طحنته يجي معلك باش يعاونني ما نديرش الزبده بزاف. هذا كيلو ديال اللوز حتى هو راه غتشوفوا كيفاش حمرته، ها هو طحنته بزاف باش يطلق داك الدهنيات ديالو حتى هي تعاونني باش ما نحتاجوش الزبده بزاف. عندي ديك 300 غرام ديال اللوز اللي حتى هي غتشوفوا معايا قليتها، 200 غرام ديال السنيده اللي طحنت. انا ما درتش سكر كلاص، البنات نصيحه مني ما ديروش سكر كلاصي، انا فايت ليا مجرباه شحال، كنت كنديرو في دارنا هنا الوالده الله يحفظها ليا ويحفظ لكم ميماتكم، وعجبنا بدلنا الفكره ما بقيناش كنديروه. السنيده احسن طحنوها، انا طحنتها ما غربلتهاش. جوج معالق ديال النافع، جوج معالق ديال القرفه، جوج معالق ديال حبه حلاوه، وشويه ديال الكوزه صحراويه وكوزه غليظه غير حبه واحده. انا غنوريكم، عندي صحباتي تونسيات كيشوفوا الفيديوهات ديالي. الكوزه الغليظه هي هادي، ها هي، والكوزه الصحراويه هي هادي، ما عرفتش في بلادهم واش كيقولوا ليها، نتمنى تكون واضحه. مسكه حره ها هي لي كنقولها مسكوته ولا مسكيته، انا كنقولها مسكه حره، دقيتها هنا في المهرات ماشي السنيده، ولكن كتبان لكم ماشي بيضه صافيه حيت كنت ديجا درت هنايا الكوزه هي اللي خلات لي الكولور. غادي نغربلها من بعد. والزبده حتى هي وريتكم كيفاش ذوبتها، عندي 500 غرام زبده حيوانيه. هانتوما البنات راه حتى هي ما كتخسرش سلو الا حيدتو منها هاد الكشكوشه. انا راه وجدتها وخليت بالعاني هاد الكشكوشه ديال الحليب باش نوريها لكم، الا حيدتو هاد الكشكوشه انا ما غيخسرش لكم سلو ديالكم. اوكي واحد الكاس ديال الجنجلان اللي خليتو حبوب غادي نديرو في الاخر، انا ما كانش عندي كافي زدت واحد شويه بيض جنجلان بيض. هادو هما المقادير ديال السله. انا غنضيف جوج مكونين، الا بغيتو تضيفوهم مرحبا، ما بغيتوش ديروا السله ديالكم بالمقادير اللي قلت لكم في الاول، وغادي نكتبهم لكم في صندوق الوصف. والمكونين اللي زدت انا غادي نخليهم تحت من المقادير، وغادي نكتب لكم اختياري غير باش الدريات الا بغاو يرجعوا يعاودوا يتذكروا. كاس ديال زريعه الكتان، ها طحنتها وغربلتها، طبعا ما كتغسلش، مسحتها بزيف اللي هو مرشوش بشويه الماء، ونشفتها في منديل اخر وسخنتها وطحنتها وغربلتها، هي هذه. وكاس ديال الايلان اللي تا هو مسحته وسخنتو وطحنتو وغربلتو، هما هادو. هاد الجوج ماشي ضروريين، اللي بغى يديرهم يديرهم، اللي ما بغاش ما يديرهمش، هادو اختياريين هاد الجوج، علاش خليتهم هما الاخرين. دابا غادي ندوزو نخلطو. سمحوا لي ما قلتش لكم كاس ديال العسل، ها هو هذا، راه هاد الكويس عندي عزز عليا هاد الكاس حيت فيه القليبات، إذا كنت شريت فيه الشكلاط نوتيلا وبقى عندي الكويس. المهم حد هاد النجمه ما تضحكوش عليا تقولوا فيها الهضره بزاف، راه بحالنا كنحس بحال كنتحدث معاكم، والله الا زوينه معنا مغربه راه الوناسه في الحقيقه. نتمنى تدعموني ونبقى معاكم فضلا، دعموني فضلا ماشي امر الا بغيتو. حد هاد النجيمه عندي هو العبار ديال كاس العنبه، انا ما درتش هذاك ماشي عسل ديال السكر، انا درت هذا يتباع هنا والحمد لله. هنا العسل راه ديال النحله
ما نعرف في وقت اللي ما كيكونش الفلور ما كيكونش الورد، راه ربما سيعطيوه السنه ده ولا الله اعلم، ولكن راه ديال النحله كما سنقولوا حنا، حاطاه نحله وبثمن مناسب ماشي بحال المغرب. اوكي دابا غادي ندوزو نخلطو السلو ديالنا. دابا غنبداو التحضيرات ديال السلو. اول حاجه غنديرو غادي نديرو طحينه تحمر. انا درت كيلو ديال الفورس، يعني طحين بيض كيلو، وهنا عندي 250 غرام ديال الدقيق الكامل اللي هو مغربل مزيان ومحيده منه النخاله، يعني كيبقى رطب، واللي ما عندوش يدير حتى الفينو ماشي مشكل، راه الفينو حتى هو راه قمح بحال بحال، غير انايا عطاتني اختي هذا جبتو من المغرب وفضلت نديرو. المهم غادي نحمرو الدقيق، انا ما تندير فيه لا زيت لا والو، تنحمرو هكا. من بعد غادي نغربلو، ملي غيتحمر نص غادي يوصل للنص ديال التحمار غادي نغربلو، نحيد منه دوك الكويرات ونعاود نردو يتحمر، نكمل التحمار ديالو وندوزو نحمرو حتى اللوز حتى هوايا. دابا غادي ندير واحد شويه الزيت ماشي بزاف، واحد جهد معايا القا بحال هكاك ولا ماشي بزاف باش ما يتحرقش لينا. هكا واحد الخويطات تقريبا معلقه ماشي بزاف، ما غاديش نفوتها. وغادي نلبس هكا دابا غادي نسخن حتى الجنجلان. عندي كيلو ديال الجنجلان غسلته وحطيته نشف ونقيته، ودابا غادي نسخنه وغادي حتى هو نطحنه. دابا انا طحنت كلشي القوام ديال السلو، ودابا غادي نطحن حتى هاد الدقيق ديال القمح، جاني شويه حرش وغادي ندوزو في تاهو في 1 2 3 غير واحد شويه، غير واحد جوج ضربات. نشوف اوكي دابا مزيان باش ما يجينيش سلو حرش. البنات انا تقريبا ساليت التحضيرات ديال السلو، غادي نقلي هاد 300 غرام ديال اللوز ونهرمشها وندوز باش نخلط السلو. هاد 300 غرام درتها في الماء السخون وفسختها، طبعا كلشي كيعرف يوجد اللوز، غير بالنسبه للبنيات اللي صغارات كانوا تيقراو كانواش كيردوا البال الطياب، واللي تزوجوا راه ولا ضروري خصهم يدخلوا الكوزينه. هي اللي لقيتها هنا مزيانه في البلاصه اللي فيها انا في الحدود ديال سويسرا، هي اللي لقيتها، هذه اللي لقيت قالوا حيوانيه ولكن فايت ليا جربتها ملحتها، كنت ما مشيتش للمغرب واحد جايه قريب على 3 سنين وما عنديش السمن، مشيت شريتها هي وسمنتها والله الا تسمنات. هي اللي غادي دابا ندوبها وغادي نحيد منها ديك الكشكوشه ديال الحليب، راه هي البنات اللي كتحمض سله، اما راه الزبده ما كتحمضش سله. غادي نطيبوها وتحيدوا منها الكشكوشه حتى تولي بحال اللون ديالها ذهبي، المهم ما كيبقاش فيها الحليب، بقاو تحيدوا ديك الكشكوشه وصافي راه غتجي مزيانه. هي اللي غندير دابا انا، خمسة
500 غرام، ما قلتش لكم راه فيها 500 غرام هذه اللي غندير، ولكن غادي نخلط ونشوف، ما غاديش نكب دقه. البنات انا كنت كيسحبني راه تنصور وهي راه طفات ليا الكاميرا. المهم انا راه درت كلشي المقادير هنايا، خليت غير العسل والزبده. هاد القصريه عندي صغيره، غادي نخلط في واحد البانيو مزيان حتى يتجانسوا ليا كلشي المكونات، عاد غادي نزيد العسل والزبده، وغادي تشوفوا معايا ملي نزيد العسل والزبده. البنات ها نتوما دابا راه المكونات عندي تجانسوا، خلطتهم مزيان. دابا غادي نزيد الزبده، نقص واحد الشويه ها هو تنشوف. غادي نزيد العسل، سبحان الله هاد العسل راه ما كيكونش حلو بزاف بحال ديال السكر. شوف ملي كتخلطوا النواشف قبل ما ديروا الزبده كيجي ساهل، شوف شتي كيفاش دابا تيتخلط ساهل، ماشي بحال في الاول، ضروري من شويه الدليك، ولكن ماشي بحال ماشي بحال في الاول ملي الله حطيت المقادير خصهم يتخلطوا ناشفين في الحقيقه. دابا نظن غيكون شويه سهل. كيبان ليا غير نزيد ديك الزبده ناشف. اوكي درتها كامله، كاين البنات انا غادي نخلط وغادي نرجع معاكم باش نطول الفيديو. البنات ها هو سلو، ها هو موجود خلطته، كيبغي شويه الدليك. دابا انا ما غاديش نديرو في السطال ولا في شي حاجه اللي غنحتفظ به فيها، غادي نخليه حتى الصباح وغادي نشوف. الا هو يا هو هذاك ما نشفش راه مزيان، الا نشف راه غادي نزيد واحد الكاس ديال الزبده ولا المهم راه غادي نوريكم واش زدت شي حاجه ولا ما زدتهاش. اوكي دابا غادي نغطيه وغادي نخليه حتى الصباح. البنات ها هو السلو ديالنا موجود، ها هو، نتمنى تجربوه راه جا بنين ولذيذ، ولو فيه الا نو زرعت الكتار ما بدلوش المذاق ديال سلو، جا غزال. نتمنى تدعموني وديروا عندي ابوني، شكرا.